أهلا بكم. استبشر المصريون جميعا خاصة المصابون بفيروس سي والفيروسات الأخرى بالعلاج الجديد لهذه الفيروسات، إلا أن معوقات كبيرة تلاقي المصريين المرضى الذين جاءوا من كل مكان للأماكن والمراكز المخصصة للعلاج، خاصة مع كثرة التحاليل المطلوبة وبعض البيروقراطية من المسؤولين في وزارة الصحة، إلا أن وزارة الصحة تقول بأن هناك تسهيلات ستكون في المرحلة القادمة. نناقش ذلك من خلال المسؤولين ومن خلال المرضى في هذه الحلقة من نبض الشارع. وبناء على انه الاماكن اللي بتستقبل المرضى وتستقبل تحاليلهم مقسمه الى 8 اماكن بجمهوريه مصر العربيه، فمعهد الكبد بيتحمل عبء اكبر من المواطنين وعليه زحمه دايما. الحاج جاي من حلوان عشان اتصلوا بيك وقالوا لك تصرف العلاج. احكي لنا قصتك مع بدايه التحاليل وتسليم اوراقك. انا سلمت الورق، انا جيت ارسلت عن طريق النت بتاريخ 24/9، والأساتذة الدكاترة الله يسترهم طلبوا مني عدة تحاليل عشان تثبت التليف وتثبت عندي الحاجات اللي هي موجودة الفيروس سي، وبناء عليه الناس قرروا ان انا اجي يوم 15، وفعلا سلمت بقية التحاليل يوم 15 وحددوا لي الميعاد يوم 29. واتصل بيا الله يستره الدكتور خالد خبيل المشرف على العيادة في المعهد القومي، وقال لي ان انا اجي يوم الحد. ما بتطلب كل المرضى زيك ولا في علاقة بينك وبين الدكتور خالد؟ لا، ما فيش علاقة بيني انا دكتور خالد، ما عرفتوش غير عن طريق المعهد هنا، والراجل كان طلب مني الرسالة بتاعت النت، وفعلا اتصل بيا الساعة 10:30 يوم 29 الله يستره. انت التحاليل كانت جاهزه معاك؟ يعني هم سالوا لك على التحاليل انت كنت مجهزها؟ كل التحاليل انا جهزتها بناء على اللي هم طلبوه مني. كانت على نفقه الدوله اجراء التحاليل ولا اجريتها ازاي؟ عن طريق التامين الصحي في رابعه العدويه، عن طريق مستشفى النصر في رابعه العدويه ومستشفى حلوان مستشفى النصر. يعني انت بناء عليه انت النهارده هتصرف الدواء ان شاء الله. ان شاء الله. الحاجة جاية من البراجيل، عندك مشكلة في التحاليل؟ لا ما عنديش، أنا عملت التحاليل كلها بره وجيت بره على حسابك أنت؟ بره على حسابي أنا. جيت هنا للدكاترة اللي تحتك قطعت تذكرة ودخلت، فقالوا لي لازم تخسي. طب اديني أي علاج، اعمل لي قرار، اعمل لي أي حاجة، اديني علاج يوقف النشط، عندي نشط 1.5 مليون. يا عم اديني أي علاج. قال لي ما ينفعش أما تخسي، طولي 170 ووزني 95، ابوس على ايدك مرضيش. قعدت 6 شهور هنا، بعدين لجأت للفاطميه، رحت معهد الفاطميه. 6 شهور في المكان اللي هو هنا بس. احنا ما كملش 6 شهور من بدايه صرف سوفالدي، بالتالي العلاج الجديد ده. لا العلاج شغال هنا بقالك 6 شهور في العلاج القديم اللي انت رفيره. رحت الفاطميه عملوا لي العين تكب وادوني علاج لحد ما احس، ادوني العلاج. فقدمت على النت، جاني الورقه على هنا. تمام. جيت عملت الحمد لله التحاليل والاشعه النهارده. عملت التحاليل والاشعه. بيقولوا التحاليل غاليه، ولا بتعملوها على نفقه الدوله ولا بتعملوها ازاي؟ لا مش غاليه. لا. انت جاي من اسماعيليه ليه؟ انا حجزت على الموقع الالكتروني لوالدي وتحدد لي ميعاد، ورحت في الميعاد وادوني ورقه، وادوني ورقه بالتحاليل، وخدت الورق اللي هو مطلوب مني. ده الموقع الالكتروني اللي انا حجزته، وده التواريخ، ودي الحاجات اللي هو ايه طلبها مني كتحاليل. يعني كان في اسماء تحاليل لما انت حجزت وردوا عليك وتحديد الموعد. وتحدد لي ميعاد تاني وبتحاليل تانية، وخدت ورحت برضه، وامبارح كان اخر حاجات في التحاليل عملتها. فهو حسب نسبة مئوية كده للعلاج، اللي هي بتبقى مثلا 5 من 10 او 10 و33% زي مثلا ما انا حسب لي هنا كده. فجيت دكتور هناك قال لي انت مالكش، والدك ملوش عليك. لما جيت هنا النهارده دخلت للدكتور هيثم، الدكتور هيثم بص في التحاليل وبص في الورق دوت، وكتب لي التقرير دوت للدكتور بتاع اسماعيليه، وقال لي حالته تسمح ليها العلاج. هي التحاليل كانت غاليه؟ كانت غاليه وعملتها كلها، ما كانتش هتفرق. انا لما بيطلبوا تحاليل في اماكن بعينها، مش لازم تكون على حسابك بره.
لا التحاليل المبدئيه طالما انت هم هنا عندهم يا اما على نفقه الدوله يا اما على حسابك الشخصي. تامين صحي ما بيقبلوش، انا والدي تامين صحي ومعاشات ماشي وما بيقبلوش تامينات صحيه في اسماعيليه خالص نهائي، قال لك لسه ما نزلش عندنا القرار دوت. انه عندنا انا لسه مقابل واحد متعرج على حساب التامين الصحي من دقيقه قبل منك. تمام، لكن عندنا في اسماعيليه قال لك لا لسه ما نزلش الكلام دوت، وكل التحاليل انا عاملها على نفقتي الشخصيه بتاعت والدي، عاملينها على حسابنا الشخصي. وانا مستعد للمصاريف ما فيش ادنى مشكله، ووالدي مستعد للمصاريف بس تتعالج، بس هل في العلاج يسمح ليه ولا ما يسمحش؟ ليه اسمع ليه رفض وليه الدكاتره هنا قالوا اه؟ فده مستني منتظر الدكتور خالد يرد عليا بالمفيد، وهو قال لي انا هتصل بمستشفى بمدير المستشفى بتاع الاسماعيليه وهقول له هنشوف المشكله دي وهحلها لك. الاستاذ الدكتور وحيد دوس عميد المعهد القومي للامراض المتوطنه والكبد. دكتور وحيد، العالم كله عرف انه السوفالدي ده فتح مبين بالنسبه لدوله زي مصر، عايزين نطمن المصريين المصابين بهذا الفيروس انه المساله ايام وان شاء الله مصر تقضي على هذه الظاهره التي شغلتها لسنوات. لا بلاش ايام دي، نقول سنوات يعني مش ايام. الناس عندما تاخذ العلاج، لا بنتكلم على المريض ولا كدوله؟ المريض. لا المريض اولا السوفالدي هو بدايه علاجات فيروس سي عن طريق الفم، ففي لسه ادويه اخرى جايه بعد سوفالدي وهتبقى احسن من سوفالدي كمان. بعيد سوفالدي ده البدايه مش النهايه، مش نهايه. انا عرفت انه في اكتر من دواء موجود حاليا بديل للسوفالدي. هو احنا عندنا اصلا علاج فيروس سي. نبدا من القصه من الاول، ان احنا للاسف مصر من اكثر الدول تاثرا بفيروس سي في العالم، والاحصاءات حوالي 10% من الشعب المصري مصاب بفيروس سي. الفكره انه علاج فيروس سي حتى مؤخرا كان عباره عن حقن الانتفيرون، كان بتاخد حقنه كل في الاسبوع لمده سنه وباستجابه حوالي 50%. اللي حصل ان الحقن دي صعبه وليها اثار جانبيه والاستجابه طبعا مش 100% قليله يعني. فالعالم كله في انتظار ادويه جديده اللي هي اولها هي السوفالدي اللي هي خلاص لعلاج فيروس سي بمده اقل يعني اقصر من سنه وبدون اثار جانبيه زي الانتفيرون. وبالفعل اتسجل السوفالدي في امريكا في شهر 12 اللي فات، بقى لنا حوالي سنه تقريبا. وتم تجربته في الولايات المتحده؟ لا تم اجازته وتسجيله في الولايات المتحده الامريكيه وفي الاتحاد الاوروبي بعد ابحاث بعد 7-8 سنين. وتم تجربته فعلا ايضا على فيروس سي خاص بينا احنا. فيروس سي انواع مختلفه. احنا النوع بتاعنا هو النوع الرابع. فتم تجربته على النوع الرابع في مصر وخارج مصر. بنجاح؟ بنجاح. هل تحور الفيروس في مصر هنا؟ لا الفيروس لا يتحور. السوفالدي لا يقدر يتحور الفيروس او تمام. المعلومات اللي عندنا حتى الان يعني. الحاصل بقى انه فوجئنا لما تسجل في امريكا وفي الاتحاد الاوروبي سعره كان مبالغ جدا. يعني بتباع في امريكا العلبه الواحده للشهر ب 28000 دولار. يعني 200000 جنيه الشهر. يعني بياخد يا 3 اشهر يا 6 اشهر. طبعا السعر ده يعني بعيد جدا عن ما يفيش خالص معانا. فاحنا كنا هدفنا ان احنا نوفر السوفالدي للمرضى بتوعنا من خلال مراكز الكبد اللي احنا انشاناها في اخر 6 سنين. احنا انشانا 26 مركز على مستوى الجمهوريه لعلاج المرضى المصابين بفيروس سي. ده سعر الماده ولا النو هاو؟ يعني لا نرجع بقى شويه كمان. السوفالدي ده اخترعه واحد من اصل مصري مولود في اسكندريه بالفعل. تمام، وجي وعمل مؤتمر صحفي عندنا. كويس قوي. اللي هو باع الشركه بتاعته لانتاج السوفالدي ب 11 مليار دولار. مش مليون، مليار. والشركه انفقت عليه حوالي 7 مليار تانيين علشان الابحاث النهائيه ليه. فاذا الشركه اللي فيتهم حوالي 15 او 17 مليار دولار. طبعا السعر الغالي ده عشان يسترجعوا اللي هم دفعوه. فالسعر في امريكا اللي هو حوالي 90000 دولار لثلاث اشهر، وفي اوروبا 60000 يورو. طبعا ده سعر مبالغ جدا. احنا جبنا شحنتين، شحنه 70000 وانتظار 80000. احنا اول حاجه عملناها ان احنا جبنا شركه هنا عشان نشوف هندخله ازاي مصر بسعر مناسب لينا. فالشركه بالفعل مقسمه العالم من ناحيه السعر لثلاث فئات حسب الدخل المتوسط الدخل القومي للفرد. لا حسب ما هتكسب انت عندك هنا كميه بنسبه كبيره جدا من المصابين. أكيد أكيد عندنا طبعًا. 12 ل 15 مليون مصاب بفيروس سي. فاحنا لجنة قومية لوزارة الصحة اللي هو سعر 300 دولار العلبة اللي هي كان في أمريكا 28000 دولار. والسعر ده ابتدينا نشتغل عليه بقالنا شهر تقريبا، عملنا قواعد علاجية وخدنا الكمية المتاحة عند الشركة اللي هي 220000 علبة حتى شهر 2 اللي جاي، وبعديها هيبقى في كميات أخرى أو أدوية أخرى. أو أدوية سوفالدي محلية. عرفنا إن إحنا ممكن نصنع محلي. نروح مثلا نجيب من الهند
شكل التركيبه هيبقى ازاي ونعمل هنا الهند الرو ماتيريال اللي هو الخامه وبعدين ننتجها هنا في مصر. يعني اتفقتوا مع الهند؟ لا احنا ماشي دعوه بالاتفاق مع الهند خالص. امال مين؟ شركات الادويه؟ شركات الادويه بتتفق مع الهند وهند صناعه الادويه في الهند متقدمه عن بعض الشيء. انه هما بيصنعوا رو ماتيريال بيصنعوا مواد خام، احنا ما بنصنعش مواد خام. يعني ممكن المواطن ياخده من الصيدليه مباشره؟ في الهند؟ لا بعد ما يتصنع محلي. طبعا. يعني لما احنا نمشي في الخطوه دي من الممكن يعني تكون امتى؟ الخطوات بتاعتنا ان احنا اولا الشركات المصريه من حقها تصنع، دي هي نقطه هامه جدا. كان ممكن لو كان شركه جيلياد الامريكيه وقتت حقوق الملكيه الفكريه للدواء في مصر كنا كان ممكن ما فيش حد يصنع السوفال دي في مصر. الحكايه دي ما حصلتش، فاذا بالتالي اي شركه مصريه من حقها تصنع. طب انا بقول لحضرتك انه نقابه الصيدله طلعت بيان قالت انه الماده العضويه اللي بتكون منها سوفالدي رخيصه جدا، وبناء عليه السعر اللي جابت بيه وزاره الصحه السوفالدي مبالغ فيه. لا لا ده بيان صدر عن نقابه الصيدله. حد رد على الكلام ده؟ قال السعر كان موجود في الوثيقه دي كان سعر الدواء جه ده زي النقل بتاعه، لكن سعر نفسه مش كده خالص. وهم عارفين كويس قوي، هم جم يجيبوا الماده الخام من الهند كان اول سعر خدوه 9000 جنيه في الشهر. دي نزلت حاليا افتكر حاليا وصلوا خدت 2000 جنيه 3000 جنيه في الشهر تقريبا. لكن الماده الخام مش بروش كده خالص. طيب يعني الجميع اهم حاجه ان الشركات المصريه من حقها تصنع. دي نقطه هامه جدا. وانها بتجيب ماده خام من الهند وهتصنع عندها، وخد في خطوات تتاخد وزاره الصحه عشان تصنع دواء في مصر، نعمل انها تعمل بطريقه سريعه جدا ونعمل خلال شهور يبقى عندنا انتاج محلي. نعمل اللقاءات من خلال الإدارة، وبعدين رجعنا في الشارع الناس طلعت ورانا، ولما كنا حتى في القاعة اللي الناس بتكشف فيها كانت الوجوه مختلفة بشكل أو بآخر. احنا الناس جات ورانا للشارع عشان يبدو ان عندها كلام مش عايزة تقوله جوه. أكبر مشكلة قابلتك ايه؟ هو دلوقتي أستاذ أحمد قال لي طلب مني تحاليل عملتها له، وكان معايا تحاليل تاني واشاعات تانية، قال لي معلش اعمل لي تحاليل تاني عملتها له بتاريخ جديد الاسبوع اللي فات دوت. طب دلوقتي انا جيت عجزت الاشاعه اللي هو طلبها مني للكبد فين؟ في المستشفى كوبري القبة العسكري. دلوقتي الاشاعه ديت ادوني ميعاد عليها على 11/2/2015. طبعا هيكون فات ميعادك اصلا انت هتكشف فيه. ممكن دلوقتي يقول لي لا التحاليل دي انتهت حلل لي تاني. طب ازاي؟ طب ازاي؟ سؤال. انا رحت المكان اللي حضرتك طلبته مني، انا ما روحش مكان بمزاجي، قلت لي يا اما تعمل لي الاشاعه في كوبري القبة العسكري يا اما في القصر العيني يا اما في الاماكن دي، واداني ورقه بهذا الكلام. يعني قال لي انت تعملي في الاماكن دي، قلت له خلاص اوكي. انت هتعمل فيه بعد 5 شهور. الميعاد بتاعك انت فات وميعاد تحليلك فاتت. بالظبط. دي علامه استفهام كبيره جدا. دلوقتي لما التحاليل دي تنتهي هيطلب مني تحاليل تاني؟ افرضنا انا غير قادر ان انا اعمل تحاليل تاني. دي علامه استفهام كبيره جدا احنا هنوجهها للمسؤولين. انت يا حاج انت مشكلتك في ده في نفس الموضوع ولا في حاجه ثانيه؟ والله انا مشكلتي خلي بالك هتبقى مختلفه شويه. انا عندي نداء مثلا للسيد الرئيس السيسي، بقول له ادي اهتمام للناس الغلابه ديت اللي هم بتوع فرع السي زي اهتمامك بقناه السويس. بالظبط. مشروع قومي والله. مشروع قومي. يعني بدل لما 60 مليار كان خلاهم 62 مليار على جنب كده، كان بكش على الناس الغلابه دي، كان وفر لهم مثلا الاشاعه والتحاليل وكل الحقن والحاجه المطلوبه، كان وفرها ب 2 مليار، وان الشعب عنده استعداد يدفع والشعب دافع. حاج انت جاي منين؟ جاي من مدينة السلام. قولي بقى اكتر مشكلة قابلتك ايه؟ والله المشكلة اللي قابلتني صراحة مشكلة الهيئة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. معاناة وما فيش مراعاة للمريض، وبيطلبوا مننا تحاليل واكيد حيطلبوها تاني، والتحاليل دي غالية
ومش عارفين نعمل. مشيت ولا خطوه ولا مشيت كذا خطوه؟ لا مشيت خطوات انه بكمل الاوراق، بكمل بقيه الاوراق وبقيه التحاليل. طالبين منك ايه تحليل؟ طلبوا مني البي سي ار ووظائف الكبد ورسم القلب وسيولة الدم وحاجات كتيرة يعني طلبوها. عايزتها بس انت يبدو ان انت لما قابلت الناس اللي جوه قالوا لك انه حتى هيطلب منك تحليل تانية، بس انت بتحكم بناء على ايه؟ على الرغم انه محدش قال لك حاجة لسه. لا هم قالوا لي جهز الاوراق، فجهزت الاوراق، جيت طبعا في اوراق تانية اتضحت انها ناقصة، ما بيدولكش الجرعة مرة واحدة في الكلام، لا بيدولك حاجات تجزئة كأنك انت مصح بتلعب ملاكمة ما انتش مريض. فرايح جاي يدوب رايح جاي تعمل تحاليل وتيجي من التحاليل وبدون جدوى. احنا طب التحاليل دي هل هتطلب تاني سيادتك ولا لا؟ اكيد هيطلبوها تاني. طب ما دي مكلفاني انا راجل. هيطلبها تاني ليه؟ هيطلبها تاني ليه؟ مدتها تبقى فاتت؟ امال التشخيص ازاي؟ ما مدتها اكيد هتكون عدت. ايه اللي هيخليها تعدي؟ ما هو معدد لك ميعاد اصلا المفروض انه قريب. طب فين الميعاد؟ انه ميعاد؟ ما فيش ميعاد، احنا بنستكمل اوراق بس، لكن لما يطلب ميعاد الميعاد هيكون بعيد اكيد. قول لي يا حاج انت مشكلتك ايه؟ انت هنا موجود بقالك قد ايه؟ انا جيت الاسبوع اللي فات حضرتك عرضت التحاليل اللي معايا، فطلبوا تحاليل وطلب منظار وطلب رسم قلب، عملت الحاجات اللازمه كلها وجيت النهارده من الساعه 7 الصبح. اخدت دوري ودخلت للدكتور، قال لي للاسف الدكتور اللي انت دخلت له الاسبوع اللي فات نسي يكتب لك تحليل وظائف كلى. يعني انت جبت التحليل اللي كانت مطلوبه وغلط الطبيب، او مش غلط الطبيب، هو عايز ياخرك شويه. كلى واخد بالك، فروحت عملت وظائف الكلى الوقت في المعمل هنا جنبنا حضرتك، وقاعد منتظر النتيجه بتاعته، بس على الله النتيجه تطلع قبل ما الدكتور يمشي. لانه في الحاله دي انت حتى ما خدتش ميعاد، هتضطر تدخل على النت تاني. هبدا من الاول وجديد تاني لو الدكتور مشي حضرتك. وفي الحاله دي هتجيب التحاليل اللي انت عملتها اصلا قبل كده لان مدتها هتبقى خلصت. اكيد طبعا. اكيد. وبعدين انا باجي من اكتوبر. انا قاعد من الساعه 7 الصبح ويا عالم همشي امتى، وهل هخش الدكتور تاني اخد ميعاد ولا لا؟ يا حاج انت شايف انه الامور متيسره والحمد لله ممكن تحصل على العلاج بسهوله؟ احتمال، ولكن حضرتك دلوقتي هم عملوا التسجيل عن طريق الكمبيوتر وكاتبين التنبيهات المفروض اننا نجيبيه، يعني مطلوب تحليل كذا وكذا وكذا. المفروض ما دام هم عملوا الخطوه دي يبقى ما نجيش تاني هنا ونحضر ونقعد 7 ساعات منتظر ويطلب مني تحاليل تاني. ما هو كان بالاولى طول ما هو كاتب التحاليل كله في الحجز بتاع النت كان يطلب كل حاجه مره واحده، وانا نجي مره واحده بدل ما نجي 5 مرات. احكي لي على اللي حصل معاك. حضرتك جاله الحجز عن طريق النت. احنا حجزنا عن النت وجبت التحليل الكافيه. كويس. ودخلت وكشفت. قالوا لك ايه؟ طلبوا تحليل تاني. غير الاولانيه. غير الاولانيه زياده. يمكن حالتك بعد ما كشف عليك محتاجه التحليل الثانيه. انا بتكلم بلسانه. حلو كويس، ما هو مش هيكشف، هو هيشوف التحاليل اللي انا عملتها بس، مفيش كشف. ما يمكن هو هيشوف التحاليل. وبناء على التحليل حدد ان انت محتاج تحليل اكتر، انا برد مكانك. ده لكل الناس على فكره، مش لكل الناس، مش لحالتك انت بس. لا لكل الناس. يديك ورقه فيها تحاليل من جديد، بعد كده يقول لك اعمل اشاعه ولازم تعملها في القصر العيني يا القبه العسكري. طب ما هي موجوده في كل حته، انت معترف بالتحاليل في اي مكان، اشمعنى دول تعملهم في المكانين دول وزحمه تحجز لمده شهرين لقدام؟ على نفقه الدوله ولا ممكن على حسابك؟ على حسابك. ب 450. انا طبعا انا لو ليا علاج مثلا تبع نقابه وعايز نعملها في احسن مركز بره ارخص لي وايسر ومعاد قريب، لكن انا نروح نحجز في مكان يقولوا لي بعد شهرين. طب ليه المكانين دول بالذات يعني؟ وست شهور احيانا، فدي حاجه يعني. طب ما انت سهلت عليا في الحجز، تشكر. اطلب كل اللي انت عايزه مره واحده انا هنجيبه لك. اعترفت بالتحاليل المعموله في احسن المعامل، اعترف بالاشاعه ان انا نعملها في مكان غير ده. الناس بتخاف تعمل الاشعه بتاعت الكبد ليه؟ ما فيش مشكله، ما فيش مشاكل خالص. ما انا عاملها، ما فيش، بس عاملها ما عملتهاش في المكان اللي هم عايزينه. انا عملتها اطمئن عن نفسي، سواء اعترفوا بها او ما اعترفوش. طبعا احنا كلنا عارفين انه السوفالدي او العلاجات الجديده دي حاجه كلنا كنا منتظرينها، او مرضى الفيروس كانوا مصريين كلهم لانه نسبه كبيره من المصريين مصابين بالفيروس. لكن لما بدانا ندخل في عمليه صرف العلاج واضح انه في مشاكل على وشوش الناس، انه التنظيم محتاج ان احنا نراعيه اكتر من كده. انت ايه تعليقك اولا على العلاج ووجوده،
وثانيا على طريقه التنظيم. هي المسافات بتبقى بعيده قوي، وبعدين النهارده خد بالك يزودوا الدكاتره عشان برضه بدل ما يعدي من الصبح من الساعه 8 ولا من الساعه 9 لغايه الساعه 6، يعني حرام. وبرضه الواحد بيبقى تعبان ومش قادر يقف ومش قادر يقعد، يعني الواحد بيبقى غصب عنه لظروفه. طبعا بس يزودوا الدكاتره كده ويشوفوا ويراعوا الناس شويه بدل ما بيقعد دوت ويدخل دوت. يعني بصراحه انتوا شايفين انه فيها وسايط في الدخول من الاخر؟ مفيش دخول، لا 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 مفيش نهايه، لا لا مفيش نظام ولا دور ولا دكتور ولا حد، بس احنا يزودوا الدكاتره في الاوضه واخد بالك الكشف، ويبقى هم بيبقى الورق ما بيكشفوش، ياخدوا الورق واخد بالك يزود الدكاتره عشان برضه الناس تمشي برضه وراء مصالح، اللي كلهم تعبانين يعني ما حدش جاينا بمزاجه، يعني كله جاي تعبان. يعني حضرتك عارف انه اي حد جاي عايز راحه المواطنين طبعا. انتوا عاملين خطوات بدايتها النت، طبعا احنا نتخطى مساله انه هيقدم على النت، المصريين كلهم بيعرفوا يتعاملوا مع النت، لكن انت محدد له تحاليل معينه بيجي بيطلبوا منه تحاليل تاني حسب حالته. حسب حالته، يعني مثلا في مريض مثلا عنده تلف في الكبد لازم يعمل منظار معده، والتاني ما عندوش تلف في الكبد محتاج منظار معده. فما اقدرش انا اوحد كده الطلبات لكل المرضى حسب حاله المرض. طب ما انت 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 محدد سلفا المرحله الثالثه والرابعه هي اللي هتصرف. لا لا، في مرحله ثالثه ورابعه بدون بدون ما يحتاج مثلا منظار معده، في محتاج حسب مثلا عدد الصفائح الدمويه، لو الصفائح الدمويه واطيه جدا لازم يعمل منظار. الشحنه فيها كم علبه دواء علاج بناء عليها؟ لا لا، بتكلم معايير العلاج بالنسبه للمريض اللي جاي لنا مختلفه من واحد للثاني. لا بس انت حاطط في دماغك ان انت هتدي اللي وصل للمرحله الثالثه والمرحله الرابعه هيصرف العلاج، انما المراحل الاولى لا. صح اكيد. طب انت بتتعبه وبتخليه يروح يصرف في يعمل تحاليل هنا وهنا وهنا ليه؟ بناء على ان انت اصلا محدد سلفا انك مش هتديله. لا لا لا، احنا بعد المرحله الثالثه والرابعه في بياخد 3 اشهر بياخد 6 اشهر حسب حالته، حسب معايير كده، معايير طبيه في حالته. فانا ما اقدرش انا اجي اقول لواحد هي فحوصات واحد اعملها كل الناس وخلاص، لا ما اقدرش اعملها. لكن هو بيجي مره حاجته مره يكملها، ومره اللي بعديها لو كامل ياخد علاج على طول. طب حضرتك حددت ان احنا عندنا 10% من المصريين ممكن يكونوا مصابين بالمكان ده. صح. يعني في داتا عند المصريين عارفين مين اللي عنده ليه مش بناء على الداتا دي نحدد من البدايه، بدل ما الناس تعمل تحاليل وتروح تعمل تاخد حاجه من الكبد، والناس بيقولوا في ناس بتموت وهي بتعمل العينه بتاعت الكبد دي وانها صعبه جدا على في بديل عند الكبد، فيها بديل تحليل كده بتعمل عندنا او فحص الفايبر سكان، في بدائل لعينه الكبد بنعملها. مش شرط حد يعمل. طب الفيروس كان برضه فيه اشكاليه انه بياخدوا مواعيد وقرار على نفقه الدوله بيجي القرار خلص. صح. احنا في اجراءات احنا نجيب فيروس كان هنا عندنا وخمسه عبسات الجمهوريه وخلاص خلصنا اجراءاتها كلها وهي على وصول يعني. يعني انتوا التجربه بتتعلموا منها؟ اكيد. احنا على فكره احنا اولا واخرين هدفنا خدمه المريض وتذليل الصعوبات اللي عنده. فهو المريض فعلا عندنا لقينا فيه معاه مشكله في فيروس كان بالظبط يعني وبنحلها. هتتحل على الشهر الجاي ان احنا. طيب. عندنا فايبر سكان جديده في كل حته هتبقى مجانا كمان فايبر سكان. طب احنا عندنا محافظات الدلتا النسبه فيها انت عارف 10% نسبه بتوصل من 30 و40 في والسعيد. ليه بعضهم ما فيهوش مركز او مكان؟ مش حد مش مركز، هم 8 واحنا عندنا 25 محافظه و26. لا عندنا 26 محافظه في. طب احنا عندنا 8 اماكن، 26 محافظه فيها كل محافظه فيها مركز نسبه عالي فيه اي مكان يا فندم. احتدينا من الصفر من 7 سنين. يعني تعمل 26 مركز، كل مركز فيه عياده موجات صوتيه ومعمل وجهاز رابطه شبكه مربوطه على الشبكه بتاعتها بتاعت المعلومات وتدريب اطباء وتدريب فنيين وتدريب مش سهله. فاحنا عملنا في كل محافظه مركز، هنزود ان شاء الله. احنا في خطتنا نزود المراكز ل 40 مركز على نص 2015. طب في مش سهل برضه تعمل مراكز كبد في كل حته، مش سهل يعني. مش سهل. لا طبعا طبعا. لكن كان المفروض يتاسس ده في الوزاره لانه احنا اعلى دوله في العالم عند اعلى نسبه. أكيد. انا عارف انه في دول مثلا زي الصين عددهم اكبر مننا، بس النسبه بالنسبه لنا احنا اكتر. قبل ما اللجنه القوميه تنشأ في 2006 ما كانش في ولا مركز. ما كانش في ولا مركز كبد عند الجمهوريه. كل ده اتعمل في 6 سنين، ويعني طبعا احنا محتاجين اكتر من كده، لكن ده انجاز برضه. طيب العذاب على نفقه الدوله هكذا اسمته صحيفه الوطن. اكيد. العلاج على نفقه الدوله، طب وليه احنا ما نديش الناس اسكيده كده وزاره الصحه هي اللي بتدفع؟ طيب ليه احنا ما نديش الناس العلاج من غير قرار علاج على نفقه الدوله؟ لا هو نظام نفقه الدوله يعني انت بيطلع لك قرار برقم وبيجي لك وتنفذ القرار. طب وليه انا وزاره الصحه في وزاره الصحه انا عارف انه الفلان ده يحتاج العلاج، طب اديله العلاج؟ عشان يبقى فيها شيء من تنظيم العمل، ما يجيش اي حد ياخد العلاج خلاص، لازم يبقى في قرار باسم المريض بالرقم القومي بتاعه بالمده بتاعته بالكميه، يعني ده تنظيم الدوله
وانا شايف ده مش غلط يعني صراحه، يعني ايه المشكله يقعد عيان اسبوع يستنى ياخد قرار؟ بس ثلاث اسابيع حتى، مش احنا قابلنا ناس تحت ثلاث اسابيع منتظره ولسه حتى الان يعني ممكن يكملوا يكونوا شهر. في فيروس سي ممكن عيان يقعد شهور وسنين علاج. انا بقولك انا استاذ كابتن في جامعه القاهره، فيروس سي فيروس بطيء جدا، فما حد اقول له ان هديك علاج العالم كله مش عارف، اقول لك انا اديك احصائيه. في انجلترا عندهم 200,000 واحد عنده فيروس سي، هيعالجوا السنه دي 500. 500 من كام؟ 200,000 من 200,000. في المانيا، في ايطاليا لم يعتمد الفوسفولد، مش غالي جدا. في المانيا هيعالجوا شايف 1000 واحد حاجه كده. في امريكا كلها، امريكا في 4 مليون واحد عند فيروس سي، تمام؟ اللي اتعالجوا السنه دي في سنه كامله 117,000 واحد. فاذا مش هنعالج احنا الملايين دي في يوم وليله طبعا، فاحنا كل اللي بنعمله ان احنا بندي اولويات هنعالج مين، ودول بنتعلمهم قرارات يعني نشكر احنا وفرنا هذا الدواء لأدم مريض، أنا في الدولة اللي ما كانش حد من سنة يحلم إنه يوفره.